الشأن المحلي من جديد، حيث عقد وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الزراعة عبد المنعم البنا ووزير التربية والتعليم طارق شوقي وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مجموعة من الملفات ومن بينها عودة الوجبات المدرسية. كما من المقرر أن يتابع القائم بأعمال رئيس الوزراء على مدار اليوم عددا من الملفات ومشروعات حكومية مع الوزراء المعنيين.